أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. نواصل معكم سلسلة الحوارات التي خصصناها لحصيلة الوزارة خلال الفترة 2012-2016، ودائما مع ضيفنا السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. أهلا وسهلا بك سيد عزيز رباح. مرحبا بك من جديد. إذن سيد عزيز رباح، نعلم أن قطاع النقل السككي يشكل قطاعا مهما بالنسبة سواء لنقل البضائع أو نقل المسافرين بالأخص، تحدثوا لنا عن هذا القطاع. فيمكن أن ندلل على أهمية هذا القطاع النقل السككي من خلال مجموعة من المؤشرات ومجموعة من الأرقام. في 2011 كنا كنتحدثوا على حوالي 34 مليون مسافر، اليوم كنتحدثوا على أكثر من 41 مليون مسافر، وهذا شيء مهم. كنتحدثوا أيضا على حوالي 29-30 مليون طن من البضائع. كنتحدثوا على حجم ديال الاستثمارات من 2012-2015، يمكن نتكلم حتى 2011 لأن تم بدأ ما يسمى بالعقد البرنامج مع المكتب الوطني، حوالي 34 مليار ديال الدرهم، يعني 3400 مليار ديال السنتيم في كافة المجالات. طبعا هو يتعلق كما قلت بنقل المسافرين، نقل البضائع، المحطات السككيه، تاهيل الشبكه الى غير ذلك من الامور، وهذا اللي كيخليه من اهم القطاعات الاستثماريه في البلاد ديالنا. وكنلاحظوا بان الاقبال تقريبا بحوالي 25%، يعني هناك اقبال متزايد، واللي خلى ان هناك طلب متزايد بالنسبه للمستقبل ان شاء الله. وماذا عن المشاريع الكبرى المبرمجه في هذا القطاع؟ طبعا يمكن نقول في 2012 الى 2016 كان عمل جبار قام به المكتب الوطني للسكك الحديديه في اطار السياسه الحكوميه لتاهيل هذا القطاع. نبدا اولا بالبرنامج المهم اللي هو البرنامج ديال القطار السريع اللي ما بين الدار البيضاء الى طنجه، والمحور الرئيسي ما بين القنيطره الى طنجه، واللي تقريبا كلفه الاجماليه لحجم الاستثمار الاوليه 20 مليار ديال الدرهم، اللي يمكن لها توصل الى 23 مليار ديال الدرهم. والان وصلنا لحوالي 80% من الانجاز، غنكونوا جاهزين ان شاء الله في نهايه 2017 باش تكون عمليه ديال الاستغلال في 2017، عمليه الاستغلال تكون في 2018 ان شاء الله، نتمنى ان نكون عند الموعد. ثم ايضا حدد حجم غلاف مالي كبير جدا لتاهيل الشبكه لتحسين الخدمات، حوالي 13 مليار ديال الدرهم، اللي فيها تقريبا 3 سكه ما بين القنيطره والدار البيضاء، فيها 2 سكه ما بين الدار البيضاء ومراكش، فيها ايضا العمل ديال كهرباء السكه ما بين فاس وجدة، فيها ايضا بناء واحد العدد ديال المحطات السككيه اللي مهمه باش يمكن لها تكون كتستوعب العدد المتزايد ديال المسافرين وتقدم خدمات جيده، فيها اعاده النظر وتجويد انظمه المراقبه والانظمه ديال الاتصالات، ثم ايضا فيها استثمار كبير جدا في جوج ديال المجالات اللي هما مهمين واللي كيعاني منهم جزء من المواطنين احيانا، يتعلق بالعربات والقطارات، لان هناك 2.3 مليار ديال الدرهم استثمار في هذا المجال، يعني 230 مليار ديال سنتيم، يعني قطارات جديده او صيانه القطارات الحاليه والعربات. ثم ايضا فيما يتعلق بالامن والسلامه، يعني الحواجز وايضا الممرات السككيه اللي فيها حجم الاستثمار في هذه المرحله اللي وصل اكثر من مليار ونص ديال الدرهم، بمعنى 150 مليار ديال سنتيم. فيمكن نقول هذه من اهم المجالات اللي والانجازات اللي قامت بها الدوله في هذه المرحله ديال 2012 الى 2016. وهل هناك رؤيه لتطوير خطوط سككية جهوية أو إقليمية تربط أقاليم التي لا تصلها السكة الحديدية؟ لا، أنا أعتقد أنه نظر للإقبال المتزايد، ونظرا أيضا أن هناك توجه عالمي نحو النقل السككي، توجه عالمي، لان الاقتصاد يتطلب ذلك، لان الحركيه والتنقلات تتطلب ذلك، ربط الجهات فيما بينها يتطلب ذلك، ثم ايضا حمايه البيئه وعدم الاضرار بالبيئه يتطلب ذلك، ولذلك التوجه العالمي يسير في اتجاه تطوير النقل السككي، والمغرب ديالنا في هذا الاتجاه، والى لاحظت حتى واحد العدد ديال التقارير الوطنيه تذهب في هذا الاتجاه، لذلك الرؤيه المستقبليه فيها واحد العدد ديال المجالات مهمه، اولا استكمال البرنامج ديال 1500 كيلومتر وزياده فيما يتعلق بالقطار السريع، نمشيو نحو الجنوب في اتجاه مراكش وفي اتجاه اكادير، ثم ايضا ما بين الرباط وفاس ومكناس، ولما لا حتى الى الشرق مستقبل، هذا المخطط قيد الاعداد في الترتيبات النهائيه ديالو، ثم ايضا تاهيل وعصرنه الشبكه الكلاسيكيه باش يمكن
أن نمشيو إلى أقاليم أخرى وإلى جهات أخرى نحو الوسط وربط الوسط مع الشمال وربط أيضا الضربضة مع مجلة. ونحن نعتقد بأن هذا أيضا مهم. هناك حتى الشبكة الحالية تحتاج إلى تطوير، ثم أيضا توسيع هذه الشبكة، إضافة مقاطع أخرى، وهذا أيضا من المحاور الرئيسية. ثم هناك اشتغال على إعداد مخطط فيما يتعلق ما نسميه بالنقل الجهوي، يعني حول وجدة لابد أن يكون النقل، حول طنجة لابد أن يكون النقل، حول الرباط والضربضة أن يكون نقل سكاكي، حول أكادير، حول مراكش، واللائحة طويلة. وهذا يعني يستجيب إلى الطلب المتزايد على النقل بصفة عامة وعلى النقل السكاكي بصفة خاصة، دون أن ننسى جودة الخدمات، الأمن والسلامة، تكوين الموارد البشرية، وهذا لمواكبة التطور اللي كيعرفوا هذا القطاع، وأيضا للاستجابة للإلحاح ديال المواطنين اللي كنلاحظ بأنه من أهم القطاعات للمواطنين الملحين بشكل كبير جدا. كنتكلموا على 41 مليون سنويا، 41 مليون سنويا ليس شيئا بسيطا، يمكن نقول تقريبا نصف المواطنين الذين يستعملون يعني الحافلات. تقريبا كنتحدثوا في الحافلات حوالي 100 مليون مغربي اللي كيستعملوا الحافلات، القطار وحده يستعمل حوالي النصف او حوالي 40%. فمعنى ان هناك طلب متزايد، هناك إلحاحية من طرف المواطنين ومرتبط بحياتهم اليومية، بالدراسة، بالعمل، الى غير ذلك من الامور. ثم ايضا الاهتمام بالموارد البشرية، نريد من بلادنا ان تكون ان شاء الله قطبا في تكوين الموارد البشرية، وكانت هناك شراكة مع فرنسا اللي غينفتح نحو افريقيا من خلال يعني المركز او من خلال المعهد العالمي للتكوين السكاكي. ثم ايضا الاهتمام بواحد القطاع اقتصادي مرتبط بالنقل السكاكي اللي كنعتبره مهم اللي فيه جوج المجالات، وهو نقل ديال البضائع، لانه غيطور ايضا السياسه اللوجستيكيه ديالنا، ويخلي المؤشرات اللوجستيكيه تكون قويه من خلال المحطات اللوجستيكيه المرتبطه بالسكك الحديديه، وايضا من خلال ربط الموانئ بالسكك الحديديه مع 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 بعضها البعض، ومع المحطات اللوجستيكيه، ومع ايضا الجهات. اضف الى ذلك قطاع مهم مرتبط بذلك ايضا، وهو صيانه وصناعه القطارات. اعتقد وزاره الصناعه بدات تهتم بالموضوع، وصيانه القطارات بدا يتطور من خلال يعني مخطط الاقلاع او برنامج الاقلاع ديال الشركه الوطنيه لصيانه القطارات. نعم. وماذا عن الشراكات في هذا الاطار؟ هل تعقدون شراكات يعني مع سواء من جهات وطنيه او دوليه لتطوير هذا القطاع؟ طبعا يمكن ان اقول بانه على الصعيد الوطني، طبعا انتم تعلمون بان السياسه ديال الحكومه وديال الوزاره بالخصوص هو مزيد من التفاعل مع القطاع الخاص ومع المؤسسات الشركة، وهذا الحمد لله في كافة المجالات، وخاصة في النقل السكاكي. واحد العدد ديال الشركات اللي كتوصل إلى مئات الشركات التي تشتغل مرتبطة بهذا القطاع، وخاصة الشركات الوطنية، خاصة على مستوى البنية التحتية، على مستوى الاتصالات، على مستوى يعني المواد يعني المكونات الالكترونيه. ولهذا انا سبق لي ان استقبلت يعني المجموعه الالكترونيه اللي هي مهتمه بالصناعه الالكترونيه، وايضا المجموعه اللي مرتبطه بكل ما هو سكاكي، واعتقد ان هناك تطور، هناك شراكه، هناك شراكه دوليه. لا ننسى بان هناك كثير من الاتفاقيات مع دول افريقيه، مع دول عربيه، مع دول اوروبيه، فضلا على اننا نراس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية على المستوى الإفريقي من خلال المكتب الوطني للسكك الحديدية. فأعتقد أنه كاين إنجازات على أرض الواقع على الصعيد الوطني للاستجابة كما قلنا للطلب المتزايد ولتحسين الخدمات، وأيضا لربط الجهات والأقاليم فيما بينها. ثم أن هناك طلب متزايد على الصعيد الدولي الإفريقي والعربي لشراكات مع بلادنا في هذا المجال. حديثا يعني عن البعد الدولي او البعد المغاربي، اين وصل المشروع يعني الخط السكاكي الرابط بين المغرب والدول؟ لا، انا اعتقد المغرب كان دائما جاهزا في هذا المجال. انتم تعلمون والراي العام يعلم بان نحن جاهزون لاي شراكات. المغرب بلد منفتح، بلد الحمد لله اصيل، ولكن بلد منفتح ومستعد كامل الاستعداد لكي نذهب بعيدا في هذا المجال، يعني نعبر عنه من خلال المشاريع وليس فقط من خلال الاقوال، وهذا توجه يعني ملحوظ في السياسة المغربية. لكن نتمنى إن شاء الله أن يحل المشكلة ديال الحدود بين المغرب والجزائر، لأن الأمر لأن السكك الحديدية يعني وصل إلى الحدود. حتى الطريق السيار لم يبقى إلا بضع كيلومترات يمكن أن تنجز، ولكن القرار هو قرار سياسي عند إخواننا في الجزائر. نتمنى أن نتجاوز نتجاوز، وحتى أوروبا هي تطلب منا أن يكون هذا الربط المغاربي في اتجاه الدول العربية، ولكن أيضا في اتجاه الدول الإفريقية، لأنه هذا سيكون واحد نوع من
من التكامل مع الاقتصاد الأوروبي، هم يفكرون استراتيجيا، نحن أيضا نفكر استراتيجيا، والمغرب مستعد لكي يتجاوز كل العقبات إذا كانت هناك إرادة سياسية عند شركائنا. نتمنى ذلك. وكلمة أخيرة سيد عزيز الرباح للمشاهدين حول هذا القطاع ورؤيتكم المستقبلية لتطويره. لا، أنا أريد أن أقول رأي العام وخاصة المستعمل القطار، يعني يجب أن نكون متفائلين جدا أن هناك في كافة المجالات ديال النقل والتجهيز واللوجستيك هناك إرادة أن نسرع من وتيرة المشاريع، يعني كما تلاحظون في كافة المجالات يعني التي سيطلع عليها الرأي العام أن هناك إصرار وإرادة يعني عليا وإرادة وطنية وإرادة حكومية وإرادة حتى شعبية، ومن أجل أن نسرع وأن نكرس هذا المسار التصاعدي في إنجاز البنية التحتية وتجويد الخدمات ديال النقل وديال يعني ديال اللوجيستيك. فنحن متفائلون جدا، لا العالم القروي ولا العالم الحضري ولا ربط الجهات فيما بينها ولا ربط المغرب مع العوالم في كافة هذه المجالات، لأن هذا اللي غادي يخلي المغرب ديالنا أن يكون دولة صاعدة بالإضافة للاستثمار وتطوير الاقتصاد وتطوير الحياة الاجتماعية. أقول لهم أن هناك بعض الإشكالات يعني مرتبطة باستعمال القطار، ولكن مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بأن هناك استثمارات كبيرة جدا، يعني من اللي كتشوف القطار من طنجة ولا من وجدة ولا من القنيطرة في اتجاه الدرويضة والرباط أو في اتجاه مراكش، هناك استثمارات اللي كت أحيانا تعيق حركة السير، هذا بالإضافة إلى بعض الأعمال التخريبية، ولذلك إن شاء الله هذا غنجاوزوه عندما سننهي هذه الاستثمارات قريبا إن شاء الله، وسيلاحظون التطور الهائل اللي غتعرفوا الخدمات على مستوى النقل السككي، وإن كان اليوم نسبة الارتياح تصل إلى حوالي 76%، يعني أكيد عندما يتأخر القطار يكون تأثيره كبيرا جدا، ولذلك نحن متفائلون على الخط التصاعدي في حجم الاستثمارات في هذا المجال، ومتفائلون على أن ذلك سيرافقه تجويد الخدمات وتحسين الخدمات والأمن السلامة، واللي غادي يكون إن شاء الله ينال رضا المواطنين. بهذه النظرة التفاؤلية سيد عز الرباح ننهي هذا الحوار، شكرا لك جزيل الشكر. مرحبا، شكرا. أهلا وسهلا بك. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة، وإلى حوار آخر مع قطاع آخر من القطاعات التابعة للوزارة. إلى اللقاء.